سلام عليكم. ازيكم؟ اللي حوله لك ده لسه ما اتقالش وما اتغطاش لا في الاعلام العربي ولا في الاعلام الغربي ولا في اي حتت كتيرة، يعني لسه الصحف بتبتدي تكتب عنه. ايه اللي بيحصل؟ خلي بالك انا بصور الصبح، يعني انا دلوقتي الصبح، انا ما اعرفش اللي هيحصل بعد كده. الدنيا مقلوبه في تركيا، الدنيا على اخرها في تركيا ولعه. ليه؟ بخصوص اردوغان. خلي بالك اردوغان دلوقتي عنده مشاكل كتيرة والناس مركزه معاه، بس الخبر اللي هقوله لك ده فارق في تاريخ تركيا، واللي قبل كده حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. طب هو ايه اللي بيحصل وكلام على ايه؟ الكلام كله ان انت عارف ان جو بايدن علاقاته سيئه جدا باردوغان، واردوغان عاوز يقابله باي شكل. ليه؟ قال لك والله انا لو قابلت جو بايدن وقعدت معاه انا هخلص كل حاجه، يعني مجرد بس سيبوني كده مني جو بايدن انا هحل كل الخلافات اللي ما بيننا وهصفي كل حاجه وامريكا هترجع زي العسل مع تركيا. والدليل على استموات اردوغان ان هو يقابل جو بايدن ان هو راح له الجمعيه العامه بتاعت الامم المتحده، قال يعني عشان يلقي خطاب بس راح يقابله ما عرفش، بس جو بايدن ما رضيش يقابله. فالموضوع ده اثر جدا في اردوغان، ولما رجع بعد صلاه جمعه طلع بقى ايه مخبط في جو بايدن وقال لك انا علاقاتي كانت باوباما وترامب كانت احسن بكتير من ان انا اقعد مع جو بايدن. ده اول حاجه. الحقيقه لما تيجي تبص على السبب الرئيسي ان اردوغان هيموت ويقابل جو بايدن، هتلاقي ان هي المليار و400 مليون دولار اللي هو دفعهم في الاف 35. انت عارف تركيا دفعت مليار و400 مليون دولار لتطوير الاف 35 وان هي تشتري 100 طياره منها، خلاص ايام علاقه تركيا ما كانت جيده جدا بالامريكان. المليار و400 مليون دولار دول لما تركيا جابت الاس 400 عندها في ارضها اللي ما حدش عارف لحد دلوقتي ليه، الامريكان ضربوا عليه. فاردوغان عاوز المليار و400 مليون دولار دول، خاصه الاقتصاد بتاعه زي الزفت يعني في حاله يرثى لها، فقال لك انا بقى عاوز حقي المليار و400 مليون دولار. هي بعد كده في خطوه مفاجاه طلع اردوغان وقال لك على فكره بقى انا توصلت الحل مع الامريكان، وبدل ما هيدوني المليار و400 مليون دولار دول فلوس هيديهم لي طيارات، هيديهم لي طيارات اف 16 بلوك 72 مش 52 72، حاجه بقى عاليه كده وخلاصه يعني من الاخر. الحقيقه لما تيجي تبص هتلاقي كلام واقعي، خلي بالك اللي بيتكلم ده رئيس تركيا، بس البنتاجون طلع نافع حاجه زي كده، قال لك على فكره احنا لسه في مرحله التشاور ولسه بنفكر، انما ما وافقناش لسه الاتراك على حاجه. فاردوغان منظره ما بقاش حلو، بس في الاخر هو عاوز فلوسه، يعني عاوز فلوسه خلاص. فجت له فرصه من ذهب، وهي ايه بقى؟ قمه المناخ. قمه المناخ يا باشا، بايدن جاي، روح قابله واقعد وخلص. مش بس انت هتقابل بايدن، ده انت هتقابل زعماء اوروبيين، قاده اوروبيين، وحاجات كتيره جدا هتصفي بقى. ممكن كمان تخبط في السيسي وانت ماشي، يعني تعمل حاجه كبيره جدا وتصفي العلاقات وتبقى زي الفل. خلاص حلو، ما راحش. في خطوه كل العالم اتصدم، يعني بص العالم كله وقف، اردوغان ما راحش ليه؟ في بقى تحليلات طلعت جانبيه قالت لك ده ما راحش عشان كذا وما راحش عشان كذا. السبب الاساسي ما راحش وهو هيموت يقابل جو بايدن، صح؟ طلع تفسير من الاتراك قال لك والله هو ما راحش عشان الاتراك او تركيا ما اتفقوش على اجراءات السلامه مع الانجليز بخصوص الاجتماع ده. يعني الاتراك كان ليهم اجراءات سلامه معينه جدا، شافوا ان الانجليز او في اسكتلندا مش هيعرفوا يوفوها كويس، فاردوغان قال لك انا مش رايح، اخاف على حياتي والفريق الرئاسي خاف على حياه اردوغان فما راحش. ده تفسير الاتراك، تفسير مش منطقي. يعني هل مثلا اردوغان اجراءات سلامته هتبقى اكتر من جو بايدن او اكتر من زعماء كلهم اللي راحوا؟ هو مثلا سبيشال كيس خالص ده، يعني انت عندك اكتر رئيس مستهدف في العالم تهيألي يعني الرئيس السيسي، صح؟ مش بتكلم اجراءات سلامته هتبقى اكتر، بس انا بتكلم ده واحد ما خافش على حياته وراح، هل انت بقى خايف على حياتك اكتر منه؟ اسلوب غريب شويه وتعليق كان اغرب. لما تيجي تبص بقى على اللي طلع بعد كده تلاقي فيه حاجه اخطر، وهي امبارح كان في الذكرى 19 لتولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا. يعني خلي بالك احنا مش بنتكلم على اردوغان، احنا بنتكلم على حزب العدالة والتنمية كله تولى الحكم في تركيا. جه اكتر من رئيس من الحزب ده ومسكوا، وبقالهم 19 سنة حاكمين تركيا. فاردوغان المفروض كان يروح الاحتفال ده ويعني يظهر بشكل كبير جدا. حقيقة ان مسؤول الاتصالات في الرئاسة بس تغريدة وقال على فكرة اردوغان طار بالفعل من اسطنبول وراح انقرة عشان يحضر الاحتفال ده. اردوغان ما بانش. اردوغان راح من اسطنبول حد انقرة ما طلعش. هل اللي طلع؟ اللي طلع تغريدة اسمها اولموس. اولموس يعني وفاة، خد بالك ما تمش ذكر كلمة اردوغان، تم ذكر تغريدة اسمها اولموس. اولموس خدت ترند على تويتر، طلع ترند المرتبة الأولى في تركيا. أولموس الحقيقة الناس استغربت جدا، وفاة
وابتدت اشاعه تضرب في البلد وابتدت الناس كلها تصدق لان اردوغان ما طلعش، ده راجل راح من اسطنبول لانقره وما جاش، يعني ما ظهرش. ابتدى حزب العداله والتنميه ومقربين جدا من اردوغان يحطوا تغريدات وفيديوهات ان اردوغان موجود بالفعل وبيمشي وعلى صحته والراجل زي الفل، برضه الناس ما صدقتش والتغريده فضلت تطلع وتطلع وتطلع، وابتدت تنزل فيديوهات اكثر تشاؤما عن صحه اردوغان، منها الفيديو اللي انت هتشوفه ده. كابول توريني سونا ارمشتر ارز ederim. الحقيقة الفيديو ده كارثة، يعني شوف أي فيديو قبل كده كارثة، بس ده أكثر كارثية لأن ده حديث جدا. الراجل مش قادر يمشي، أردوغان في حاجة غلط على فكرة. اللي بس الفيديو ده أعوان أردوغان وهم بيحاولوا ينفوا إن الراجل مات. بص شكله عامل إزاي، في حاجة غلط. مش بس كده، ده وهو رايح قمة العشرين ابتدت تطلع له فيديوهات تانية أكثر كارثية. قال لك أردوغان وهو ماشي على السجادة الزرقاء مش عارف يمشي زي ما انت هتشوف كده. وعلى فكره ده اخر فيديو طالع لاردوغان، يعني فيديو السجاده الزرقاء ده اخر فيديو تم رؤيه فيه اردوغان. خلاص بص كده، ابتدى الشعب التركي يربط الاحداث بقى، قال لك اوبا الفيديوهات دي مع الكلام اللي انا جيت قلته لك قبل كده. فاكر انت الحلقة اللي قلت لك اردوغان عنده سرطان؟ فاكر لما انا جبت لك دلائل وبراهين وقلت لك ده فورين بوليسي نفسها هي اللي قايله ان اردوغان عنده سرطان؟ فلنفرض ان اردوغان مات، وعلى فكرة كلمة مات دي طالعة في مقالة تانية، طالعة فين؟ في سبوتنيك الروسية. سبوتنيك الروسية بتقول لك على فكرة اردوغان عنده كانسر، كانسر ما بيتعالجش. سبوتنيك الروسية جابت الكلام ده منين؟ بتقول لك على فكرة طلع تسريب في ويكي ليكس عن طريق هاكرز اسمهم انونيمس، اعترضوا رسالة من طبيب اردوغان الشخصي لعميل استخباراتي امريكي، وقالوا ان طبيب اردوغان الشخصي بيقول ان الراجل ده ايامه مش كتيرة في الدنيا. ده الكلام ده من زمان، من كذا سنة. فبيقول لك احنا عمالين نساعده بس ايامه مش كتيرة في الدنيا لان الراجل ده عنده سرطان. هما قايلين والسرطان ما بيتعالجش، مش نوعية السرطانات اللي انت ممكن تشيل ورم سرطاني او حاجة زي كده، لا سرطان ما بيتعالجش. اللي اكد المعلومة دي صحيفة اسمها ذا انترناشنال بزنس بتعتمد عليها سبوتنيك الروسية. خلاص مش بس كده، وبص بقى الكلام اللي جاي. سبوتنيك الروسية بتقول لك 2013 اردوغان اتنقل لمستشفى وعمل عملية في الجهاز الهضمي بتاعه. برضو سبوتنيك الروسية بتركز على اول يوم عيد فطر او صلاة عيد الفطر اللي صلاها اردوغان واغمى عليه فيها، وبست الفيديو وقالت لك بص على الفيديو ان الراجل ده عنده مشكلة صحية. كشفت صحيفة حارية ديلي نيوز أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فقد الوعي في أثناء أدائه صلاة العيد في مسجد معمار سنان في اسطنبول، وأعلنت الصحيفة التركية إلى أن إردوغان تعافى في وقت لاحق، مشيرة إلى أن حرسه هرعوا إليه فور إغمائه ومنعوا الصحفيين من دخول الجامع الذي كان يصلي فيه. اللي كمل كلام سبوتنيك ده سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية قالت لك في فيديو طالع من نائب تركي اسمه فايز استشاران. النائب التركي ده بس فيديو واردوغان ماشي يتسند على مراته ومساعد بتاعه مش عارف يمشي. ثلاث صحف دول او الثلاث مواقع دول بيأكدوا ان اردوغان عنده مشكلة، بس مش هم لوحدهم. في موقع سويدي طلع اسمه نورديك مونيتور بيقولك على فكرة كان في طبيب سويدي، هو الراجل ده بيقول او الموقع ده بيقولك على فكره كان في طبيب سويدي من المعالجين لاردوغان واكد ان الراجل ده عنده سرطان، وان تم اجراء عمليه ليه في 26 نوفمبر 2011 والطبيب السويدي ده شارك فيها. انا عايز اقول لك ان البي بي سي على فكره، معلش يعني، بي بي سي في تحليلها للي حصل امبارح في تركيا ده بتقولك ايه؟ بتقولك على فكره اردوغان من سنه 2011 لحد دلوقتي عمال ينفي ان هو عنده سرطان، بس كل المواقع وكل الاسانيد بتدل الراجل ده في حاجه غلط، يعني الراجل ده بصحته مش قد كده. ايه اللي حصل؟ يعني بتنفي ان انت عندك سرطان ورحت تلعب باسكت مع الوزراء بتوعك وعملنا الفيديو وجبنا الفيديو احقاقا للحق واردوغان صحته زي الفل. الواضح ان الراجل مش صحته زي الفل، واللي هقوله لك بعد كده اكثر كارثيه، وهو ان فاينانشال تايمز بتقول لك على فكره التضخم في تركيا وصل 19.58%. مش معلش، احنا هنا 8% في مصر، 8% التضخم اللي هو اسعار السلع والمنتجات والكلام ده كله ضرب بنسبه 20%، يعني بلاش 19.58 20% يا سيدي. 20% في بلد زي تركيا السلع فيها تبقى غاليه جدا جدا، انت بتتكلم على اسعار في السلع والكلام ده كله كارثه. عارف يعني ايه 20%؟ احنا كده بنهرج. انت بينك وبين اثيوبيا ايه؟
يعني اثيوبيا 34%. احنا بنتكلم على ايه؟ الموضوع في تركيا كارثي. انت عارف دي صحه الرئيس؟ عارف لما الرئيس يطلع بشكل ده يعني ايه؟ يعني مستثمرين ممكن يجروا، يقول لك لا ده تركيا مش هتفضل ثابته، ده الاردوغان ممكن نصحى الصبح ما نلاقيهوش. لو انا حطيت فلوسي النهارده في تركيا الاقي نظام حكم مختلف، او ممكن يحصل انقلاب تاني، او ممكن يحصل حد يجي يستولى على السلطه. الدنيا في تركيا مش ثابته، الوضع خطير جدا. انت بتتكلم ان رئيس دوله بين الحياه والموت، حاجه خطيره جدا. الحقيقه ان فاينانشال تايمز كتبت عنوان خطير جدا، بتقول لك ايه؟ بتقول لك التضخم يقود مصير اردوغان. يعني واضح كده ان التضخم اللي في تركيا اللي وصل 20% ده واخد اردوغان وماشي. مات بقى ما ماتش، الراجل ده كده كده مش هيكمل لحد 2024، وفورين بوليسي توقعاتها كده قالت لك صعب ان هو يترشح، صحته مش هتجيبه، والدلائل والبراهين بتقول كده، الراجل ده راح في حته مش حلو خلاص. تاني حاجه، في واحد محلل تركي امبارح كتب تغريده بشعه، بيقول لك بص على الرسم البياني بتاع الليره التركيه، بص كده عامل ايه، وكاتب على اردوغان ماستر اوف ديزاستر. الاسم عجبني بصراحه، سيد الكوارث، ماستر اوف ديزاستر خلاص. وعمال يتهم اردوغان ان هو ودى الليره في 60 داهيه. يعني انت بتتكلم ان الليره 9.65، دولار الواحد بيساوي 9 ليره 65 معرفش قرش بقى ولا اسمها ايه عنده. في الاقتصاد التركي لا في حاجه غلط. عندنا هنا هيتم تغطيه الخبر ده كويس ليه؟ في مصالحه شويه، يعني زي ما هم مهدين لعب عندهم احنا مهدين لعب عندنا، مش هيتم الوقوف كثيرا قدام الخبر ده. بس الخبر ده خطير جدا. عايز اقول لك ان جريده هارتس او هارتس الصهيونيه فردت مقاله تحليليه بخصوص صحه اردوغان، وقالت لك الاثنين فيديو اللي انا وريتهم لك دول سبب اساسي ان في شك حوالين صحه اردوغان. لا الراجل ده في حاجه غلط. الاعلام الغربي بدل ما هو كان باصص على جو بايدن وان الراجل عمال ينام في قمه المناخ ومش صاحي وعمال يغفل وبتاع، هيبص بقى على اردوغان. سيبك بقى من جو بايدن هو مش عارف يطلع السلم او بيقع، لا روح بص على اردوغان، اردوغان في حاجه غلط. هل انا اتمنى الموت لاردوغان؟ عمري عمري. بص احنا نقعد نشتم في حد، نقعد ننتقد، نقعد مش عارف ايه، حتى شتيمه بشتمهاش، بس يعني عامه ممكن نختلف خلاص، بس ما اتمناش الموت لحد يعني. اصل الموت ده كلمه كبيره جدا، استحاله ان انت تتمناها. ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه، وفي الاخر اللي فيه الاصلح للشعب التركي يا رب يناوله له. الناس دي كويسه، الشعب التركي كويسين، ما بنغلطش فيهم، واللي فيه خير ربنا يقدمه لهم. بس خلينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي مع تركيا. الواضح ان تركيا نفسها راح في حته مش حلوه، تركيا من سيء لاسوء. وزي ما انت شفت الرسم الباني بتاع الليره كده، هو الرسم الباني بتاع الاقتصاد التركي. على فكره بي بي سي وهي بتحلل الوضع في الاقتصاد التركي بتقول لك ايه؟ بتقول لك اردوغان واضح كده ان هو عاوز ينزل الليره عن قصد عشان ينافس، او يبقى للسلع التركيه اسعار تنافسيه اكتر. ده تحليل البي بي سي، بس ما اعرفش بالظبط ده صح ولا غلط، انا مش مقتنع بيه قوي. لان هو لو عاوز يعمل كده في طرق كتيره غير ان انت تهين اقتصادك بالشكل ده. كل ده والكورونا عماله تضرب وتنخور في الاقتصاد التركي، يعني بتاذي الاقتصاد التركي بشكل بشع. انا عايز اقول لك ان المانيا فيها اعداد كبيره جدا من المصابين بكورونا، والمانيا دول من الدول العاليه جدا من الطعامين. تخيل انت تركيا عامله ازاي. يا رب اكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط. انتظر الحلقة الجاية عشان فيها مفاجأة مدوية عن المخابرات المصرية وحدث لسه حاصل دلوقتي طالع من المخابرات المصرية. انتظروها بقى عشان حلقة مهمة. سلام. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخيني من الخلق اللي بين أهلي.